Мы только что завершили встречу с президентом Алжира. انهيت للتو لقائي مع رئيس الجمهورية، وقدمت له رسالة رئيس جمهورية بيلاروسيا، رسالة ترمي لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية الجزائرية البيلاروسية تطرقنا إلى تفاصيل العلاقات بين البلدين وناقشنا القضايا المتعلقة بتعاون في المجال الصناعي والثقافي وعديد المجالات سيما الأمن الغذائي والفلاحة وتطرقنا للخطوات اللازمة لتطوير هذه العلاقات

وتبادلنا كذلك وجهات النظر حول القضايا الدوليه واتفقنا على مسانده مجهودات كل المنظمات الدوليه وضروره تكوين عالم متعدد الاقطاب